السلام عليكم الدراري حبايبكم كاملين في فيديو جديد من جي تي اي 3. ختمنا جي تي اي 3 العادي، دابا ختموا الريميك اللي عمدوا فيها نختموا فيها دابا، وعمدوا معكم من الي من الاول. المهم ما تنساوش دري واحد لايك، الاشتراك ديالكم كيهمني، ابوني كي شي كومونتير زوين الدراري الله يحفظكم، ونشوفوا الكاليتي ديال هاد الريميك كي دايره. اول تجربه ليا فيها كقاعده كنت جاهزه تشيبس ديما حارق، واخا يقدر يجيني كوبي رايت في هاد الصون هاد الموسيقى هادي. كاين الكاريتي بعدا، كاين الكاريتي الكاريتين هادي على الأولى العادية. نايس ريميك، نايس. المهم كاين الكاريتي كاين كوت، حتى عارفينها كاملين. اول بلاصه نمشيو لها حاجه انا جاتني تخيلت من هنا، ما نعرف من ناحيه السوري لا صافي. المهم كاليتي عجبتني، كاليتي ناضيه صراحه الله، نتمنى لايك على الكاليتي هذه الناضيه اللي لاحظتها في الجيتيه الاولى. ما فيهاش واحد اللعيبه كتحل الكراج، لا ما هيش حاجه لا دي ما فيهاش، كاين شي كراجات فيهم ماكينه الصابون شي كراجات هادي ما نعرف هادي ما فيهاش، شي كراجات فيهم ماكينة الصوت الطبيعة كدا هادي. نايس واخا فيها فيا تخيلها من ناحية الفيديو ما نعرف، انا قلت شو ما نعرف اخويا كاجي واش عادية واش غير عندي انا واش الله ما عرفش. المهم انا اللي عجبني هو الكاليتي ديال الجيم، عجبتني كاريزا ديال الجيم، شي حاجة لي زوينة. ليجوس جيرلز واو تما من ناحية الترجمة لتحت، ماشي الترجمة وإنما داكشي لي كيقولو كيكتبوه لتحت باش تعرف شنو كيتقال. نفس الام ونفس القصه اللي ندير جيتي بلا ما نضيع في الوقت كذا، الا بقينا حي طلع ميسي ولا ميسي نيكس شو ميسي اند اللوزر شو انت هربتك ميسي هربتك to look behind not behind yeah hide hi I'm ميسي take ميسي to leak سكليب ليجي سكليب. انا هادي عجبتني هادي ناضية، والله الا بات ليا بحال تقيلة من ناحية الفيديو ولا شي حاجة ما نعرف والله ما عرفت، المهم نقدر نتعود عليها مش على حسب الكاليتي اللي عندي انا في بي سي ما عرفتش. التحكم باللونجلي الكونترول هاكا من ناحية الكونترول شوية صعيبة بسوري، يمكن لي نحيد يمكن شي نحيد باش تقدر نحيد موسيقى ولا شي حاجة هادي باش كتصوني. نايس يلا بحال يلا كتعلم اخي خي ديالي جي تي اي 2 خاصنا نعرفو الكونترول اللي عندنا
تدخل ستيشن ديال الجيم ونعرف الكونترول اللي عندي. هيو كو هيو لعب ليا لعبه لعبه مرة ما خصيت صوت ربع حتى شي حاجة ولكن نضرب شي المهم حتى كتب ما يبيعش مزيانة سحبهم مزيان مزيان نايس اوكي اوه ماشي جات او حيت ملي كتخرج من طوموبيل ملي كتدخل شي كراج كيعطيك بالدار ديالو ماشي كيعطيك بالوجه ديالو ما عارف ما عرفتش واش غتفهموني ولا لا المهم ملي ولد الحرام كي داير ولدي بخير كي داير الطفل ماشي حتى ولدي كي داير يا طفل فهمتو بالله فهمتو العياقة اللي دايرة نظن مازال ما عرفتش شنو هي شكون كنا بلاتي تجيب الوقت نهضركم وما نتكلم Here we go. يلا ميس تي ولا كاع سميت كاع ولا بوتانا ما سير بحالك بعدي مني انا وغير كاع نزيد ممكن كاع باشا كي داير خيمش تيك ميسي تو جوي فين جا جوي جوي عرفت جوي عرفت 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 هو عشيري تا هو عشيري التاني الميكانيك احنا وصلنا عند جوي 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 اوتو بانتين اوتو بانتين اوتو اوتو بانتين اوتو نشوف كل طريق اللي عن جوي جوي نايس طريق دراري نسيت راسي جات كنجرب في الاعدادات وكذا باش نعرف شنو المشكل نسيت راسي او شي انا مستاج بديت المستاج لعيباش طان طان هي وي جو نتبعو ديك خونا شنو خاصني خاصني ورا بودا خاصني خاصني شي كارت جرافيك فوالا هذا هو الحل معاك دابا دوزو استاج اخر هادي باش نفرع الجيم عبا الشيفرات وكذا والعيبات Give me my mission, give me my mission. Here we go again, here we go again. تابعي البوليس يا الحمق حيد صوت البوليس خلينا طومبيله ديال البوليس ونلتحقوا بهم نلتحقوا بالدريات ديالي ولكن شوف ريلاكس شويه بشويه دونت وري اجي انت بعد انت الاولى طلعي هاكاك فوالا شي جي تي ترى هو اكفس حاجه عندها قانون اكفس حاجه عندها هي انك تزرب دي اكفس اذا زربتي متي ماشي غتموت ولا ان ولا ان غادي غتعاود الان الان غتعاود الان انا كاين واحد الطريقه نقدر نديرها ان اذا ما تقلبش بيا الطوموبيل يا ربي يا ربي يا ربي ما تقلبش بيا يا ربي يا ربي اوه نايس تقلبات شويه لاز لاز اوه شي عندها اختي صافي داير لا لا عفك 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 طلعت هي فوالا بيرفكت هادي دابا عجبتني هادي دابا انا حمأتين انا بدا حمأتين ما تزربش باقي لك الحال باقي الحال ما غير حتى شي حاجه بالسلاحات هادو نتوما مازال كيتبروكو والو مازال كيتبروكو انا كاين مشكل هنا كاين مشكل في الفيديو الفيديو كتوصل الشتا كيبدا هادشي كامل كيتقلب ماشي هادشي كيتقلب كيتقاعد ولكن تقدر يكون عامل لوجيسيال ما نعرف تلعين شي دغيا فوالا قالت ليا جوج دقايق ونص حيد هاد الشتا الله عاون قتلهمش انا راه حول زقا قاتلت شي وحده فيهم ولا شي حاجه ما تعرف كلشي ممكن عندي انايا انا راه حمق طلعي غنتسناك انا فوالا حيد حيد نتيا
فوالا ويا يا 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 جيتي نعبس عليك وطلع هاد هذا ما البوليس فوالا كاين واحد هنا فوالا طلعي فوالا صافي هادشي اللي بقى في هاد الميشن فوالا شي اهم حاجه في جي تي اي اللي كتعلم قانون واحد هو انك ما تسرعش ديما تقل حاجه دينا ما زمان التليفون وقف ليا وقال لي ستوكاج ولا شي حاجه ولا ما عرفت المهم كل شي قاعد تخطاه المهم اللي عنده مع جي تي 3 راه غادي يفهمني اللي عنده مع جي تي 3 غادي يفهمني اورايت دوك دابا هادي غنمشي نشارجيها بلي قنبول كل واحد انا نعطيه حقه في الميشن فهمتيني يعني مثلا مديت بال نكمل الفيديو حسن نسالي مع الاي وانا نسالي الفيديو حسن نسالي مع الاي عاد نسالي الفيديو مش البلان ديت مثلا مع الجي حتى نسالي الفيديو مع الجي عاد ندوز الحاجة مش شغل تقول ولا يعني كل واحد كل عصابة ندير معاها الميشنز ديالها بوحديتها في فيديو واحد اوكي ناكتيفيت لعيبة اوكي خرج علق وتفرج هذا هو الرو خاصك تمشي على قانون ديال الجيم ما تمشيش على قانون ديال الجيم ما غاديش تدوزها الا كنبقى نعاود علاش كنعاود كنحاول انني نزرب عليكم ولكن لا ما خاصنيش نزرب خاصني نبقى غادي نتقن الجيم يعني ميشن خاص يتقن الحين دوزنا وخدينا 10 مليون 10 مليون مغربية 10 مليون مغربية اوكي الحين دابا سيدنا الميشنز مع الال نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله مع الجي بوليس هاي الحكومة المهم نشوفكم فيديو جديد مع جي تي اي 3 ان شاء الله في ميشن جي ان شاء الله كان معكم بيتشو لايك كومنتير زوين الله يسهل عليكم الدعم ديالكم الله يحفظكم ان بيس اند لوف